أكد وزير الخارجية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أهمية الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى جمهورية العراق الشقيقة في إطار الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى رضوه الله ورعاه لتقوية الصف العربي وتعزيز لحمته وحرص جلالته على العمل العربي الجماعي باعتباره الركيزة الاستراتيجية لأمن واستقرار الدول العربية كافة. وأعرب معالي وزير الخارجية في تصريح لوكالة أنباء البحرين عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق ودولة الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء ومعالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية على حفوة الاستقبال والمباحثات التي جسدت بكل وضوح مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والرغبة والإرادة الأكيدتين في المضي قدما بهذه العلاقات نحو أفق أوسع على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وأشاد بالنتائج المهمة التي حققتها هذه الزيارة التي تصب في صالح تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات، مشيرا معالي إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على عقدها قريبا سيكون لها دور كبير في تحقيق الأهداف المشتركة استنادا إلى التاريخ الطويل والممتد للعلاقات بين البلدين والمساعي الدؤوبة لتنميتها. وأشاد معالي وزير الخارجية على أهمية الرؤية الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ضرورة دفع العمل العربي المشترك وحفظ الأمن القومي العربي والأهمية الاستراتيجية لجمهورية العراق الشقيقة في تحقيق تلك الرؤية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة أعباء المرحلة والتحديات التي تواجهها دول المنطقة وشعوبها بما يخدم الأمن والسلم، منوها معاليه بالنتائج المهمة والحاسمة التي يحققها العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات والتهديدات الإرهابية، مؤكدا أن هذه الجهود تستحق كل الدعم والمساندة لكون كافة الدول العربية والعالم أجمع في مواجهة حاسمة ضد التطرف والإرهاب بكل أشكاله وكل من يدعمه أو يموله لمن يحمله من مخاطر جمة على الأمن والسلم الدوليين تستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهته والقضاء عليه.